أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أعمال، معنا اليوم رائد الأعمال الأستاذ محمد العبد الله من استراحة العيون. أهلا أستاذ محمد. أهلا وسهلا فيك يا أخ عبد الرزاق، شرفتنا ونورت المكان. تسلم أستاذ محمد، وبداية بدنا نرحب فيك ببرنامج، ونتمنى بالبداية تعرفنا المزيد عنك وعن بداياتكم في استراحة العيون. أنا اسمي محمد، بدينا الله يسلمك أنا وشريكي عادل من سنة تقريبا. كانت عندنا عزبة أصغر من هاي العزبة وكان عليها أقبال، انزين، وقلنا بنطور المشروع. سوينا مشروع، يعني سوينا هذا المشروع تقريبا من سنة، ما شاء الله شفنا أقبال كبيرة على المكان، وفيها يعني مسبح، وفيها الله يسلمك ألعاب أطفال وأشياء ثانية، يعني في المستقبل إن شاء الله بنبدأ فيها. أستاذ محمد، ممكن تخبرنا المزيد من التفاصيل على الغرف والمرافق الموجودة في الاستراحة؟ المرافق الله يسلمك اللي موجودة، الغرف 7 غرف عندنا، انزين، وميلسين ومسبحين، مسبح الكبار ومسبح للأطفال، وعندنا جلسة خارجية، وعندنا مطبخ مع مكان للشوي، وعندنا مكان الألعاب للأطفال، ومساحة المزرعة الله يسلمك 200,000 قدم، ويتسع المكان تقريبا 200 شخص وأكثر. أستاذ محمد، شو تنصح أي حد عنده طموح يأسس عمله الخاص داخل الدولة؟ بفضل قيادتنا الرشيدة والأمن والأمان والدعم اللامحدود اللي قدمته لنا من المجالات أنهم يبدون مشاريعهم. بالنهاية أستاذ محمد، نتمنى تخبرنا وتخبر جميع المشاهدين كيف بيقدروا يوصلوا ويتواصلوا مع الاستراحة. الله يسلمك، استراحة العيون موقعنا في إمارة رأس الخيمة، منطقة المتفق بالتحديد، وموجود الموقع، موجودة على الموقع على حسابنا على الانستغرام والتيك توك وأرقام التواصل، وأهلا وسهلا بالجميع. شكرا جزيلا أستاذ محمد، نشكر بعد الأستاذ عادل شريكك، ونتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح. الله يخليك وسلم. إلى هنا أعزائي المشاهدين، نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.